خدي عمرو علي، هتلاقي عمرو علي. اه 011 011 344 35 35 جاب أعزائي مشاهدي أهل مصر في كل مكان، احنا موجودين دلوقتي في جنازة مقتل زوجها وأبنائها على يد زوجها في قرية سرس تابعة لمدينة السمروين بمحافظة أنقرة. Thank you.
طيب طبعا انا موجود انا موجود بس هروح بس من الشغل. امشي كده كده محمد. اديني كده اديني كده اديني كده اديني كده علي مدى شوية بدأوا عشان تجيبهم في كل الشيخ وفيك اللي بقى مالي هل للشيخ عشان الناس تسكت مش هكت حاجة نطلع لسه معك يا لكن علينا أن نعلم أن المصائب ممكن تمسك لي انت دول كده لحظة واحدة خليك مفوت على المشهد
إلا في كتاب من قبل أن نقرأها. على الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إن الدنيا دار ابتلاء. شكرا. الإسلام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنحلها وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا فعلوا؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم؟ قال الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. خلاص اعلموا أن كل إنسان يموت من أجله. إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستقدمون. وفي الصور قال الله الناس يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الله ولا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون. هذا هو الأجل لا محالة. وعلينا أيها الأحبة أن نصبر وأن نحتسب. علينا أن نصبر وأن نحتسب. فإن الله وفى لكل عبادة من العبادات أجرها إلا زي ما انتم شايفين. يعني اهل القرية كلهم كانوا متواجدين في الجنازة، مقتل يعني زوجة على يد زوجها وطفليها بقرية الحجازة تابعة لمدينة السمبروين بمحافظة الدقهلية.